بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. معكم زينة شاف. زينة اليوم واش تقولكم؟ تقولكم بمناسبة شهر رمضان العظيم، تقولكم صحة رمضانكم، كل عام وانتو بخير ان شاء الله، ويتعاود علينا بالصحة والخير للأمة الجزائرية خاصة والأمة الإسلامية عامة. وبهذه المناسبة واش جبت لكم؟ جيت ندير معكم خبيزة تاع القطايف في السهرة ان شاء الله تاكلوها بصحتكم. وانا القطايف ما نديرهمش في الكوشه، نحمرهم في المقله وما نديرهمش بالعسل، انا نديرهم بالشربات، باسكو القطايف الاصليين بالشربات ماشي بالعسل. الوغ انا واش عندي الشربات ديالي؟ عندي ريتلا نتاع الماء، وعندي 500 غرام سكر 500 غرام دو سكر، وعندي واحد الفنيجل تاع المزهر. من المزهر ما نديروش دوكا كي تكون طيب، انا كي نطفي الفرنو نخليها تغلي لي واحد 15 مينوت، يعني تطيب لي واحد 15 دقيقه، ومن بعد نطفي عليها ندير هذاك الفنيجل تاع المزهر ونغطيها ونخليها تبرد لي بيان، صادير ما تكونش دافيه، باسكو لو كان نديرو سخونه مع القطايف تتعجن لنا، قطايف سخونين وشربات سخونين تتعجن، لازم الشربات تكون بارده. بون راني جبت اللوز تاعي، انا جبت 200 غرام، نقدروا نديروا 150، دونك 200 غرام تاع اللوز. عندي مغرفه تاع القهوه تاع القرفه، وعندي زوج مغارف ونص تاع السكر، ما حبيتش نكثر السكر باسكو الشربات بعداك نديروها. والماء زهر درت 4 مغارف، فوالا 4 مغارف في 200 غرام. هاوليك دوك اللوز تاعنا، دوك نجيب الخبيزه تاع القطايف ونحمرهم انا بالزبده والسمن. انا ندير باسكو الخبيزات هادو صغار، ندير زوج من الفوق وزوج من التحت، فوالا هاملي كاكو تشوفوا فيهم صغار ماشي كبار. دونك نبدا نحل فيهم، قلت لكم نحمرهم بالزبده والسمن، نحل هكذا نحلهم ونبخهم برك هكا بشويه تاع الماء زهر. كانت بكري ماني الله يرحمها تقول لي ما الله يرحمها تحمرهم فوق النافخ، دونك معليش حنا نحمرهم فوق الفرن. راني جبت المقله تاعي، راني درت السمن فيها ونرفد دوك هذيك الخبيزات اللي حليتهم، ندير الطبقه الاولى ليطاج الاول، دوك ندير في وسطها اللوز هذاك، واللوز ما ندنيوهش حتى الخبزاك ندنيوه، صديق دوك تشوفوا كيفاش ندير، باسكو لو كان ندنيوه للاخر الاخر لهذوك الاطراف شوفوك وتشوفوا خليت واحد 1 سنتيمتر يخرج لنا ومن بعد اللوز في المقله. علاش؟ دوك الخبيزه هذيك دوك صغار لنا في المقله كي تبدا طيب، ولو كان نديروا اللوز حتى كامل تخرج لنا ومن بعد يخرج لنا في المقله. فوالا دوك نزيد نحل الخبيزه الثانيه باغي كيما الاولى هكذا، ونزيد نديرها فوقها فوق اللوز، نزيد شويه ماء زهر وندير دوك السمن والزبده، وكي خصنا السمن والزبده كي تكون طيب في نص طياب نزيدو شويه تاع السمن ونحمروها على نار دليلة. هلا نغطيوها نديرو دوك السمن كامل والزبدة، هايليك نسقموها ساير داير. شوف الفرن تاعي انا راني دايرته، شوفوا شحال دليل النار هذيك راني دايرتها دليله، ما نزيدولهاش ماشي نحرقوها باش يطيب لنا، يطيب لنا بيان الداخل ومن برا، ماشي تتنحرق على الوجه ومن الداخل نلقاوها خضراء. ونحكم المقله انا، شوفوا نحكموها وندورو هكذا ونجيب بيان سباتول بيان سور، انا كي نكون نخدم نبدا نسقم فيها بها باش نسقمها بيان، اذا ما يكونوش خارجين منا ومنا، تكون خبيزه مسقمه هكذا وندور طون زون طون، نبداو ندورو هكذايا.
شتوك اللي قلت لكم قبل ما نديروش كامل اللوز حتى للاخر، لو كان دنيناه لهذوك الاطراف هذوك يخرج لنا دركا باسكو هي صغار. ها شوفوا كيفاش تشرب، شتوها من قبل كانت قدام من هي دركا صغارت لنا. المقلاة تاعي انايا العرض تاعها 25 سنتيمتر 25 سنتيمتر. هاهي طابت، دوك نجيب تبيسي باش نصفي هذاك ندورها، نديرو تبيسي هكذا ونصفيو ونقلبوها ونزيدو نحمروها من الوجه الاخر. فوالا دوك نزيدو نخليوها تتحمر هكذا. دوك راهي طابت لنا، هي تحمرت لنا لي دو كوتي. دوكا نصفيوها بيان ونديروها في تبيسي غامق، ولا انا ني دايرتها في مولا تارت هكذا نشربها انا فيها، ومن بعد كي تشرب لي هذيك الشربات نديرها في الاسيت تاع البريزونطاسيون. وشوفوا الشربات تاعي كيفاش جات، ما جاتش كيما العسيله وما جات ناشمه. فوالا دوك نخليها تتشربها كامل وتبرد ونوريها لكم ان شاء الله في طبق تقديم واجده. هاي ليك دوكا كي وجدت لي كي بردت لنا الخبيزه تاعنا وتشربت هذاك السيغو هذيك الشربات كامل. شوفوا كيف جات، الله يبارك، وجاتنا معسله. جربوها ان شاء الله، جربوها في المقله وبالشربات ما تندموش عليها. نقطعها مرسو هاي ليك. شوفوا كيفاش جاتنا، شوفوا كيفاش جاتنا مع السلام من الداخل، الله يبارك، جات ما شاء الله. هاي ليك شهيتكم الصحه ان شاء الله. باش نقول لكم، نقول لكم جربوها ان شاء الله وتاكلوها بصحتكم. ولا كان حبيتو كاش حاجه مني اطلبوها باش ندير لكم ندير لكم، الا كان حبيتو كاش دي غوسيت خليو لي في لي كومونتير واش تحبوا ندير لكم ندير لكم. ولا كانكو حابين توصلكم كل حاجه جديده ابونيو معايا، اشتركوا معايا توصلكم كل حاجه جديده. نقول لكم زينه صحه فطوركم، بقاو على خير، فيديو واحد.